السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مادتين أقرب من بعض، واحدة اخترعها العلماء في المختبرات والتانية اكتشفوها. المادة الأولى اللي اخترعها العلماء بتتميز بخاصية اسمها المتانة التكيفية. ممكن في يوم من الأيام نقدر نصنع أجهزة إلكترونية وأجهزة استشعار قابلة للارتداد من مادة بتبقى أكثر صلابة لو تعرضت للضرب أو التمدد. خاصية المتانة التكيفية تعتبر مهمة جدا في علم المواد لأنها بتحمي من التلف وبتقاوم الإجهاد حتى في البيئات القاسية. المادة الجديدة مستوحاة من نشأة الزغاط المستخدمة في الطبخ واللي بتتقلب بسهولة لما نضيف مية، عكس الرمل الرطب اللي بيتمتع باللزوجة الثابتة. ازاي المواد اللانيوتونية خلال نشأة الذرة لما تسحقها بالراحة الجزيئات الصغيرة بتتنافر مع بعض وبتتصرف زي السائل بالظبط، لكن لو خبطت في السطح بسرعة فبتتلامس مع بعض وبتتصرف زي المادة الصلبة. السلوك ده بيرجع لحجم الجزيئات. الباحثين بقى كانوا عاوزين يعرفوا هل ده ممكن يتحقق مع مادة البوليمر. بدأوا بنوع من البوليمر ليه خصائص خاصة بتساعد المواد على توصيل الكهرباء بس بتفضل ناعمة ولينة شوية، وبعد كده دمجوا جزيئات طويلة من حمض البولي وجزيئات بولي صغيرة وموصل عالي الكفاءة. لازم تعرفوا ان كل ما تكون التأثيرات اسرع فالمادة بتبقى اكثر صرامة، وبالفعل ده ادى لاضافة 10% من موصلية المادة والمتانة التكيفية. الباحثين بيقولوا ان هم استخدموا 4 بوليمر، 2 موجب و2 سالب، عشان يعملوا مادة الهياكل بتاعتها صغيرة في وعاء متشابك يقدر يحافظ على المادة والموصلية بتاعتها. طبعا كل ده صعب جدا وتقني، لكن لو قدرنا نطبق الموضوع ده على نطاق واسع اقترح الفريق ان التطبيقات ممكن تتعمل على احزمة الساعات واجهزة الاستشعار اللي بنلبسها، زائد الاطراف الصناعية الالكترونية اللي ممكن نطبعها 3D باستخدام المادة، وحاجات كتير جدا بنستخدمها كل يوم. الدراسة التانية معانا بتقول ان العلماء اكتشفوا شكل جديد وغريب من الذهب. من زمان قوي بتوع السرة كانوا دايما بيدوروا على طريقة يقدروا يسووا بيها الذهب على اشكال اكثر دقة، واخيرا الكيمياء الحديثة قدرت تنشئ مادة ذهبية بتتكون من طبقة واحدة من الذرات. المادة دي 2D اطلق عليها الباحثين جولدن، وتتمتع بخصائص مش ممكن نشوفها في الذهب ثلاثي الابعاد. بيقول عالم المواد شون كاشوايا ان احنا لو صنعنا مادة رقيقة قوي هيحصل زي ما حصل في الجرافين بالظبط، لان الذهب عادة بيكون معدن، بس لو في طبقه سميكه من ذره واحده ساعتها الذهب هيبقى شبه موصل. العالم شون وزمايله ما كانوش عاوزين يصنعوا الجولدن وحصلت مشاكل في الخطوات الاولى. وبيقول عالم المواد لارس هولتمان انهم عملوا الماده الاساسيه وحطوا في عين الاعتبار تطبيقات مختلفه تماما. بداوا باستخدام السيراميك الموصل الكهرباء، والفكره كانت ان هم يدهنوا الماده بالذهب علشان يعملوا اتصال، لكن لما عرضوا المكونات دي كلها لدرجه حراره عاليه فالماده الاساسيه اتبدلت بالذهب، وهو ده المكان اللي جاي منه تقنية محلول النقش. واللي اسمها كاشف موراكامي، والكاشف ده عبارة عن خليط من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المعادن لحفر الكربون والفولاذ، وده اللي بيطلع الأنماط اللي موجودة على السكاكين اليابانية. بعد كده جربوا تركيزات مختلفة في أوقات زمنية مختلفة لعملية النقش، ولقوا إن كل ما تطول المدة النتائج بتبقى أفضل بكتير. الطبقة بتاعت الذهب بقى كانت بتميل للالتفاف والتكتل، فزودوا مادة علشان تمنع الطبق من الطي والالتصاق. التوتر السطحي بتاعها كان عالي جدا، وده حافظ على سلامة الطبقة الأحادية. وأخيرا قدروا يكونوا جولدن مستقر. على فكرة عادة الذهب موصل كويس جدا للكهرباء، لكن لما بياخد الشكل ال 2D بيبقى شبه موصل. فإيه رأيك؟ توافق تعمل منه شبكة وتقدمها لعروستك؟ وهل انت تقبليها شبكة؟ هستنى رأيكم تحت في التعليقات. لحد نخلص حلقتنا يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.